I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays. السلام عليكم، كديرين احبائي الاعزاء؟ لاباس عليكم. المهم انا تعطلت عليكم، ما بقيتش يعني حطيت شي فيديو ولا شي فلوغ على واحد شي ظروف خاصة عائلية. المهم انا الان كنتواجد في قصر البادية اللي غني عن التعريف عند المغاربه، وما حبذا الانسان يمشي يزوره تما، لان كاين فيه بزاف الحويجات يشوفهم مزيان. واحد القضيه، لانه هو كيشبه القصر الحمراء اللي كان في اسبانيا، كيشبه لي غير هادوك باقي محافظين عليه، حنا هذا شويه يعني كاين شي بلايص رايبين وهذا. المهم يعني صراحة زوينة زوينة، التجربة زوينة اللي بغى يدور فيه ويشوفك. أنا هاد اللقطة هادي دابا، أنا كان في واحد السجن، حتى أي قصر ولا أي سميتو كان بكري كيديروا فيه سجن. هذا سجن سميتو دايرين فيه داكشي كامل، حاطينه يعني باش تعرف كيفاش الناس، الله يحفظنا ويحفظكم، كيفاش كانوا كيدوزوا داك العذاب وهذا في السجن. هانتوما كما كتشوفوا راه كيخلع زعما بنهار وكيخلع، يعني ما بالك هذوك الناس اللي كانوا عايشين فيه. هذا كيشبه السجن قارة اللي كنت صورت لكم فيه فلوج قبل، ولكن هذا صغير ماشي بحال شي سجن قارة، ولكن يعني توا فيه شي حوايج اللي باقي محافظين عليهم، بحال دوك بحال هذوك السناسل كيفاش كانوا كيربطوهم كيفاش هذا. المهم انتم راه غادي تشوفوا معايا دابا هنايا في الفيديو، واخا ما غاديش نهضر بزاف في هذا الفيديو، المهم على الاقل بدا الانسان يشوف بعينيه. ويلا نخليكم فرجة ممتعة. Thank you.
الساحة هذه يعني هذه كانت تحت الأرض من يحفروا عليها ومن سميتو يعني داروا لها ترميم ولا لأنها كانت ريبة كاملة، ولقوا فيها هاد المساحة اللي يعني كانت بالقبات يعني واحد الديكور كان واعر هنايا كما كتشوفوا كما بانوا لكم، كانوا كيبانوا دوك النافورات صغار ولا الخصات كما كنقولوا لهم حنا كيتسموا الخصات، كانوا الناس كيتوضاو تما يعني كان داكشي زوين، كان يعني كما تنقولوا حنا بالدارجة مهيب، يعني كان واحد الهيبة كتبان في هذا القصر ديال البادية. انتم شتي كيفاش كيبان هنا من هذيك الطوارة؟ شتي راه كيبان تقريبا كاين شي 4 نافورات ولا هما 3، وكانوا بالقبات يعني كانوا مبنيين عليهم القبات. ومن هنا يعني من هذه الطلعة هذه من هنا كنخرجوا للساحة، يعني الساحة اللي كتكون كبيرة هنا فين كتبان بحال الشكل ديال اللي كان في قصر الحمراء، كاين الساحة وكاين فيها هذاك الغرس ديال الليمون يعني البرتقال. المهم داكشي مقاد ومهيب ومزيان غير وهاد البلاصة هاد الساحة هي فين تتقاموا مهرجانات بزاف اللي كيتقاموا هنا، يعني في نفس الوقت كيكون الناس كيروجوا هنايا في تيديروا بحال شكل سهرات بحال شكل واقيلا حتى داك المهرجان دوغي واقيلا توا ربما توا كيديروه هنا. المهم يعني شي حاجة واعرة وأحسن حاجة هي الصراحة إنسان يجي ويزور ويدور ويشوف يعني ورخيص تقريبا 10 دراهم ولا معطية، المهم بحال هكاك 10 دراهم مش كتدخل، يعني إذا كنتي مغربي ومقيم راه 10 دراهم كنتي من يعني الناس اللي كيكونوا ديال برا وهذا ما كيكونش مقيم هنا في المغرب كيخلص وقيلا لا تقريبا غتكون ديك 70 درهم تقريبا هكا. ايوا انتم كتشوفوا هاد القيطة هادي واخا غادا تدوز صغير هذاك باقي هذاك الزاج 8 صايب مقاد، يعني كيبين لك بان كان داك الشيء واعر ومازال غادي تشوفوه. الطروات دي حتى دايرين واحد الصال كتدخل ليها كيكونوا دايرين فيها واحد التلفزيون كتفرج فيها 3 دي يعني 3 دي ثلاثي الابعاد، دايرين داك الشيء يعني كيفاش كان في القديم، فهمتوا؟ تما راه كيبان لي بحال شكل القصر الحمراء حتى نفس التصميم نفسه تماما. هنا في هذه البلاصه هذه راه كان فيها الماء، يعني دايرين واحد الطريقه باش كيجري الماء يعني باش كيطلع السطوحه الفوق وباش كيهبط لتحت، يعني لحد الان بقى العلماء باقين دايخين فيها وبقاو غير الاطراس ديالها هما اللي بقاو يعني من كيدوز الماء وهذا، واحد الدروج تمام يعني تمسحوا الدرجات ديالهم بقاو غير طلع. With regard to the pathways, and therefore the majority of the vegetation hardly rises above the level of the surrounding. هنا كما قلت لكم دابا داكشي كيبينوا لكم ثلاثي الابعاد باش يبينوا لكم الطريقه كيفاش كان مبني وكيفاش كان على الصح ديالو. بصراحه عجبتني هذه القضيه هذه باش كيبينوا لك كيفاش داكشي كان وهذا كتعيش داك الواقع. دايرين حتى الكراسه فين كتجلس كتتفرج وكتعيش داك الواقع الحقيقي اللي كان قبل. هنا دايرين في نفس الوقت دايرين متحف، يعني دوك الاواني اللي كانوا قدام ودوك الاطارات اللي لقاو داروا ليهم متحف صغير وكتدخل كتشوف هذاك الشيء تما، وفي نفس الوقت كيكونوا دايرين واحد الصور كيفاش تلقاو هذاك الشيء، يعني كيفاش دوك المنقبين على الاطارات وهذا كيفاش لقاهم، يعني المهم انت كتعرف كل شيء داك الشيء. بصراحة الانسان ما فيها باس يعود يمشي ويزور ويشوف الثقافة ديال بلاده وهذا، حنتي أي بلاد أي دولة أي بلاصة كل الدولة عندها الثقافة ديالها وهذا، وحنا عندنا الثقافة ديالنا اللي كانت قديمة وهذا، الإنسان يمشي ويشوف 10 درهم مدت ما جابت يدخل يدور مع راساتو ويشوف الناس كيفاش كانت عايشة وكيفاش كانت العقل ديالها كيفاش كانت كتفكر وكيفاش، يعني بزاف الحوايج يعني كتاخدهم من يعني وأفكار كتشوفهم هكا كيفاش الناس كيف كي ديزاين كيفاش خدموه، الصراحة داكشي زوين. المهم انا غادي نخليكم تفرجوا
كما قلت لكم قبل ما غاديش نبقى نكثر في الهضره، يعني نقدر ندوي. انا غادي نخليكم تتفرجوا انتم غادي تشوفوا هذه راه خاصها فوق السطح يعني فوق. واه شي حاجه واعره الصراحه اطلاق بقى. المهم هذا هو الفيديو ديالي، يعني قرب يسالي. نخليكم ان شاء الله الفيديو مقبل ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم.